أنا نشارك اليوم في أول اجتماع لتحالف المنظمات الشبابية لمؤتمر السكان والتنمية الدولي من بعد 2014. أنا أول حاجة سعيدة جدا لأن المؤتمر الاجتماع بداية يثمر في نتائج طيبة جدا، يعني نجمنا نحدد الأولويات متاعنا والأهداف متاعنا ونحدد أيضا الأطراف اللي ينجم يكونوا فاعلين في التحالفات هذه. و الهدف من الاجتماع هو خلق تحالفات قوية قادرة أنها تفرض أجندة شبابية في أجندة الأمم المتحدة للتنمية والسكان بعد 2014. السكان والتنمية والشباب حاجة ما تتجزأش ومحاور بتصب مع بعضها في حاجة واحدة، يعني الشباب هو روح العالم العربي، لأننا يعني نحكي على عالم عربي عنده نفس الأزمات تقريبا، عنده نفس المشاكل بيعاني وعنده نفس الموارد. لذا الدور نتاع الشباب باش يكون جد محوري في تحديد في صنع القرار وفي تحديد الأوليات والمشاكل اللي لازم النظر فيها بكل فاعلية. الشباب والتنمية السكانية، الشباب نتصور انه الشباب من اكثر القادرين انه يعني يغير سياسة التنمية نحو الأفضل. الشباب والتنمية مستقبل، والشباب والتنمية رهان.